مرحبا بكم في الفيديو هذا. بشوفوا مع بعضنا قواعد هندسية بالنسبة لكيفية قياس المحيط والمساحة لأشكال هندسية المثلث دائرة مستطيل معين شبه منحرف. يعني باش نقيسو البيريمتر والأغ دو ترابيز تريونجل ريكتانجل سيرك، وهذوما القواعد تستحقهم في لي زيكزارسيس دو جيومتري. دونك أول شكل معانا هو تريونجل. تريونجل معروف دونك يكون عنده ثلاث أضلاع، لأن عندنا إكزومبل سمينو أ بي سي. أنت كيما تلقى عندك دونك ينجم يكون لك أو إف جي إي هاش أو، المهم هيك دي نوتاسيون. دونك عندنا الأغ، الأغ هي المساحة والبيريمتر هو محيط. يعني بي قيس المساحة، الساعة قيس المساحة شنو هو؟ واحد على اثنين ضارب القاعدة في الارتفاع. دونك R est égal à 1/2 base fois hauteur. La base est هنا هي اللي هي BC. سميناها اللي هنا distance، اللي هنا قيس distance B. B مش نقطة هذه راه. B هي قيس distance. Donc B donc 1/2 fois B. H اللي هو hauteur. اللي هنا voilà. H اللي هنا عن هذه اللي بالأخضر. هيك الارتفاع. والH هذه هي القيس. قيس ديستانس هذايا هي h. دونك 1/2 b فوا h هو الاغ. البيريمتر، البيريمتر هو شنو؟ هو المحيط. بطبيعة شنو باش نعملو؟ يعني حاجتنا بقيس الطول هذا. طب اوكي، ونمشي مشي هكا من ا لبي بعد بي سي بعد السي ل ا. دونك هو مجموع قيس اضلاع المثلث. دونك البيريمتر ايتيغال سوم دي كوتي دو تريونجل. بيريمتر يعني لهنا في الحالة متاعنا لهنا هو ا بي plus BC plus AC. دونك شنو هاد الكلمات اللي حفظناهم لهنا؟ عندنا R هي المساحة، بيريمتر هو المحيط، القاعدة يعني باز، والأوتور هو ارتفاع. كي ولي كوتي دي تريونجل هما يعني أضلاع المثلث. به اون باس عندنا لهنا المربع ان كاري. ديما يقول لك عندك ان كاري دو كوتي ا، اش معناتها؟ يعني المربع تجي تصوره والقيس الضلع نتاعو ا، ونعرفوا نحنا لي اضلاع المربع متساوية. دونك عندك ا دي هي ايتيغال ا، دي سي ايتيغال ا، بي سي هي ا، و ا بي هي ا. دونك الاغ، الاغ هو شنو؟ اللي هو المساحة تساوي ا فوا ا. اش نضربو هذا فوا هذا؟ حشنا بالسيرفاس هذي، اش نحسبوها لي هذا لي فوسط المربع هذا كل سيرفاس كيفاش نحسبوها؟ لأن نعملو ا فوا ا. A fois H معناتها A au carré، يعني A قوة 2. دونك ال R est égal A au carré بالنسبة لل carré. في البيريمتر، البيريمتر هو شنو؟ يعني شنجمعو أضلاع المربع. كيف نجمعو؟ يعني A plus A plus A plus A اللي هي 4 fois A، يعني 4A. بيريمتر دان carré est égal 4A. On passe عن الهنا cercle. سيركل فما زوز حاجات مهمين يما في السيركل، اللي هما يا الغيون يا الديامتر، الشعاع والقطر، اللي هما نفس الشيء. يعني كان عرفت القطر تعرف الشعاع، وكان عرفت الشعاع تعرف القطر. دونك القطر هو يكون هذا الكل من سي لدي، والا عندنا من ا للبي لهنا هيك قطر. الشعاع هو هذا او ا او دي او بي او سي، هيك كله شعاع. لهنا عنا قيس الشعاع لهنا هو بوتي تير. الغيون هنا بوتي تير، هذه قيس الديستانس هذه او ا هي بوتي تير، او دي كيف كيف هي بوتي تير، اي او بي اي او سي. هيك كله اي واحد يعني كان عندك قيس البارتي هذه ولا هذه ولا هذه، هيك هو الغيون. دونك بوتي تير، دونك اش نخدموا بها؟ هي ار ايتيغال بي ار كاري. في ال دائرة دونك في السيركل عندك المساحة هي بي ار او كاري. دونك ار ات ايغال بي ار او كاري، هذه لازم تكون حافظها. يعني البيريمتر هو ات ايغال دو بي فوا ار. دونك بيريمتر بالنسبة للسيركل هو دو بي ار، هكا هذا هو دو بي ار. اون باس عندنا لهنا باراليلوغرام اللي هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع كما نعرف يكون عندنا
بلا هذا الأضلاع المتقابلين يكونوا متساويين ومتوازيين، دونك كما اسمه يعني، لأن AB إتيكال DC و AB هو يكون موازي ل DC، لأن AD إتيكال BC و AD موازي ل BC، يعني AB باراليل à DC و AD باراليل à BC. الآخر المساحة هي شنو هي؟ الباز فوا الاش، دونك بي فوا اش. الباز هي شنو قلنا؟ البي هي شنو؟ هي القاعدة، والاش هو الاوتور، دونك باز فوا اوتور في المتوازي الضلع. البيريمتر ايتيغال يعني هو مجموع قياس الاضلاع، شنو باش يكون عندنا؟ قلنا هذه تساوي هذه، هنا عطانا في الحالة هذه اللي A B تساوي بتيتا، معناتها دي دي سي زاد هي بيدها بتيتا، لهنا عندنا ال بي سي عطانا في الاكزومبل هذا هي تساوي بي، يعني ال A D زاد تساوي بي، دونك البيريمتر إتيكال دو، ونحلو بارونتيز A بلس بي، عندنا A بلس بي معاودة مرتين، هاك A بلس بي وعندك عندك A وعندك بي، دونك 2 fois a plus b entre parenthèses a plus b. في المستطيل الريكتانجل اش عندنا الحاجات المميزه في الريكتانجل؟ هما شنو؟ هما الطول والعرض. دونك لهنا عندنا bc هو الطول longueur، اللارجور هو العرض، بوتيتا اللي هي ab. دونك الار شكون شنو؟ طول فوا طول في عرض، دونك longueur fois largeur اللي هي شنو تعطينا؟ AB لهنا. البيريمتر هو مجموع قياس الأضلاع لهنا، عندنا AB هذه قد هذه DC. الفرق ما بين متوازي الأضلاع والريكتانجل، في متوازي الأضلاع هنا عندنا الزاوية في الريكتانجل يكون عندنا زاوية قائمة لهنا بين AB والBC هاي. هنا الزاوية قائمة، هذه زاوية قائمة، دونك عندنا هذو الاثنين يكونوا متوازيين وهذو متوازيين، هذه قد هذه وهذه قد هذه، مثلا باش تبين هو مستطيل دونك تقول لي هو تان باراليلوغرام في الحالة هذه. وبعد كان لقيت أونغل فيها 90 ديغري يعني زاوية قائمة، دونك هو اي تان ريكتانجل الشكل اللي قدامك. البيريمتر هو 2 fois A plus B. شبه المنحرف لو ترابيز، فوالا هذا شكل شبه المنحرف. دونك اللي يميز شبه المنحرف شنو عنده؟ عنده قاعدة كبرى وقاعدة صغرى، يعني grand base petite base. لهنا الرموز هذو من هنا هذيا سميناها ال B C، هذيا grand B هذه يعني grand base القاعدة الكبرى، لهنا بوتي بي للأد اللي هي قاعدة الصغرى. دونك في الآخ المساحة اللي همنا، دونك المساحة هي شنو؟ هي القاعدة هذه الكبرى مع القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنين، يعني grand base plus petite base fois hauteur sur deux، يعني لهنا نعوضهم بالأرقام بالرموز اللي عنا تجينا grand B plus petit b fois h sur 2. Donc grand B plus petit b fois h sur 2. Grand B اللي هي هاي كنكتبوها هنا grand base. Petit b اللي هي petite base، والh نعرفوها اللي هي الأوتور. البيريمتر، البيريمتر هو شنو؟ شنو نجمعوا هذو من الأقصى الكل مع بعضهم؟ دونك A plus B plus C plus grand B. لهنا هذه عطانا الطول اللي هو A، لهنا B، لهنا C، وهذه غران B. في المعين اللوزونج عنا قطر الكبير والقطر الصغير، دونك غران دو دياغونال اي بتيت دياغونال، هذا شفنا هذا الخط هذا بين الاف والاش، هاو لهنا البلوسيال بتي دي هذا هكا بوتيت دياغونال، وهذا الأطول يكون رابط ما بين بوان أو والبوان جي هو الغراند دياغونال،
هنا المعين عنا او اف جي اش ب، وعنا لي كوتين هنا هما قداش؟ عنا ذي ا ذي ا ذي ا ذي ا، قد يكونوا، وال لي دو دياغونال يكونوا بيناتهم زاوية قائمة، يكونوا متعاملين. دونك الار هو بيتي دي فوا غران دي سور دو، يعني القطر الكبير في القطر الصغير على اثنين، هذه المساحة. غراند دياغونال فوا بيتيت دياغونال سور دو، دونك بيتي دي فوا دي سور دو. في البريمتر شنو باش نعملو؟ باش نجمعو الأضلاع الأربعة، والأضلاع الأربعة هنا في المعاين هما متقايسين، دونك أ بلس أ بلس أ بلس أ، يعني عودنا الأ أربع مرات، دونك كاتر فوا أ، البريمتر إتيكال كاتر أ.